حاله. اهلا وسهلا فيكي هيفا، موهبه يعني رائعه، وحسينا قد ايه احساسك حلو وانت بتغني وصوتك ما شاء الله عليكي. مين بده يسال؟ صباح الخير. صباح الخير. تمام، كيفكم انتم؟ تمام تمام، نحن كثير مبسوطين انك معنا اليوم الصباح. وانا والله كمان مبسوطه اني معكم. تاخذي المايك؟ معصبه شوي. انا؟ هيفا، نحن بنعرف انه انت عندك تاريخ مع عائله موسيقيه. بلشتي مع والدك صحيح؟ طبعا بلشت مع والدي بفرقه بلدنا، هي الفرقه تاسست سنه 77 بس انا التحقت يعني شوي متاخر تقريبا بال 91، ومن هناك بلشت يعني. حلو. طب كثير حلو. واليوم طبعا نحن مستنينا كلياتنا نشوفك بمهرجان باب. بباب كونسرت مزبوط. عزيز مرقه، مع عزيز مرقه. في معانا هاني متواسي، وفي معانا بيدرو ستانشا. في واحد شاب كوري هيك كوري. وان هو الكوميديان، هو بيحكي عربي احسن مني ومنك، بيحكي اردني. فاجات انه اردني. لا هو عايش بالاردن طول عمره بالاردن، فرح يكون اليوم بعرض باب. بدنا نتمنى لك التوفيق، وبدنا تحكي لنا اكثر. سمعناكي بيدراج عمان القديمه ومع فراس طعيمة كمان باغاني اعراس، قديش هالتجارب اضافت لك هيفا؟ هلا اكيد كل شغله جديده بعملها لانه كمان في تنوع يعني بهذا الشغل، يعني عملت تراث وعملت يدراج عمان اغنيه وطنيه طبعا. وطبعا كل شغلي مع والدي كان يعني في اتجاه الوطني. واشتغلت كمان مع زوجي دكتور نجاة الصلح، عملنا شويه ساوند تراكس لافلام، وكمان برضه تجربه لطيفه. واليوم يعني اول مره راح اشتغل شغل لعزيز مرقه، أغنية من تأليفه، وبرضه شيء جديد وتجربة جديدة يعني. حلو، موفقة بكل التمارين. سوري، في سؤال. تفضل. انت اليوم مع حلوة يا دنيا، سعد صباحك، وعندك بروفا جنرال الظهر، وعندك حفلة بالليل، يعني يعطيها العافية. يعني الله يخليك. يعني هو يعني مش نايم كتير منيح، بس انه يعني الواحد بتعود، يعني مش اول كونسرت كبير بطلعه، فانه يعني الجسم البني ادم، جسم الموسيقي تحديدا، لانه الموسيقيين اكثر ناس بظن بتعبوا يعني. صحيح. فبتعودوا يعني على اجواء التوتر والتعب والايام الطويله والشغل الكتير. انا كنت اسالك انه انت عم تستني بيبي صح؟ انت طالعه قبل هالمره حفله مع البيبي او اول حفله؟ لا هي ثالث حفله. انت موسيقي معك موسيقي، وانا بعرف انه دكتور نجاتي كمان موسيقي. طبعا عائله موسيقيه انتم. الحمد لله. هلا بتحسي انه بياثر شيء على الجنين هذا الموضوع؟ هلا بيقولوا في دراسات بتقول انه يعني البيبي لما يكون عم بسمع، يعني اذا بنسمعه وهو جوا لساته يعني بيكون يعني بيكون مختلف، بحس طبعا. انا بعرف انه والاطفال كلهم يعني بيستجيبوا للميوزك، في انواع معينه المفروض انه يسمعوها. هلا انا مش عارفه بالضبط صحه هذا الكلام، بس بحس كثير بحركه يعني لما يكون في معناته بدك تهتمي شو تسمعي نوعيه. اكيد الجنين باول شغله بتنخلق فينا هي الاذن، اول عضو حاسه السمع. ب 18 شهر بيكون الجنين فينه يسمع يعني، وال 24 فول ساوند بيكون دارس منيح. انا كان عندي كثير، انا كان ابن اختي لانه جاي فصرنا نسمعه ميوزك. هو من الاسبوع تقريبا السادس عشر او السابع عشر ببلش يسمع، يعني ببلش يعرف صوت امه مثلا او الاصوات اللي كثير يعني دائما حوالينه. يعني نحن بنتوقع عبقري موسيقي ان شاء الله. ان شاء الله تقومي بالسلامه هيفا، حبينا انك تكوني موجوده معنا. شكرا اليوم. شكرا. بدنا نشكر دوزان اللي عم بيطلعوا لنا الصوت بهالطريقه الحلوه. رح نسمع منكم شيء ومن هيفا. اسمع فيروز. اكيد. تذكر آخر مرة شفتك سنتا، تذكر وقتا آخر كلمة قلتا، وما عدت شفتك وهلأ شفتك، كيفك انت؟